معكم معز وزمونقي، أشهد الله صباحكم في هذا اليوم الحلو، رابع يوم عيد يوم الاثنين، في حديقة حلوة ومكان حلو. طبعا راح أنا راح أتكلم عن ال واحد من الناس بيقول لي يعني في عيد الفطر أو في عيد الأضحى تقريبا، العيدين يعني العيد الفطر وعيد الأضحى، يقول لي الواحد بيجي في العيد، ها الواحد بيجي في العيد يحس بكسل، مثلا اول يوم عيد او ثاني يوم عيد يحس بكسل، يحس بخمول، يبقى عايز مثلا ينام كتير، ما يحس انه ينام كتير. يعني اكيد حصل معانا كده، ومع اكيد مع اغلب الناس. فلما يجي واحد يقول لي كده انه في عيد واحد بينام كتير وعنده كسل وخمول، وبالذات وخاصة في يوم العيد او تاني يوم عيد او ربع يوم عيد ولا ثالث يوم عيد، حبيت انصحك اقول لك انت عندك احباط بالذات في العيد، انت عندك خمول بالذات في العيد، عندك كسل وبتنام كتير. انا احب انصح الواحد احلى حاجة يعملها عشان يخلي الاحباط والهموم والكسل والخمول والنوم كتير يروح، انك انت بتروح حديقة وتروح تغير جوك وتعمل قعدة في مكان حلو، او مثلا ممسى زي ده كده، مثلا ممسى تمشي حديقة، تقدر انت تطلع من القرف اللي انت فيه وتروح حديقة، مثلا تاخد معك سواية فحم، تاخد معك يا اما دجاج تشوي على الفحم وتروح بيل الحديقة. احسن وقت لو انت مثلا عايز تسوي ممكن تروح الحديقة بعد صلاة المغرب او بعد العشاء او مثلا بالليل في وقت حلو، وتعز جوك وتغير نفسيتك وتستغل اليوم اللي انت فيه، ممكن تقعد ساعتين ثلاثة اربعة. ولذلك هكذا هو لما يجي واحد يقول له مثلا ان هو بينام كتير في العيد، او بيجي له كسل وخمول وهو في العيد او يوم عيد وتاني يوم عيد او ثالث يوم عيد او رابع يوم عيد، مش عايز يخرج، مش عايز يغير جو، لا، حاول تحارب الملل والاحباط وروح غير جو هكذا الاماكن الحلوه، روح الحديقه، اتمسى، اعمل رياضه، امسي، او مثلا روح حديقه بالليل، خد معك خد معك مثلا سواء دجاج تحط على الفحم او مثلا لحم، وتعمل قعده هنا حلو او قعده هنا حلو قعده حلوه وتظبط مزاجك. ويا سلام لما تاخد معك سواية الفحم تسوي بقى سواية دجاج على لحم، الواحد ممكن يطلع من الهموم. هكذا هي علاج الهموم والإحباط والكسل والنوم كتير، ان الواحد بالذات في العيد ينام كتير، يبقى خملان ومش عارف ايه، بالذات في العيد، كل عيد لا الواحد يبقى عايز ينام كتير، او مثلا ملوت نفسه يخرج، خملان عنده خمول كسل. لا يا معلم، روح حديقة، واعذرني يا جماعة لو قرأت الكلام، بس انا حبيت اشرح لكم بالتفصيل. روح الحديقة غير جو وامشي، حتى لو انت مالكش صاحب تخرج معاه، حتى لو انت مالكش حبيب تخرج معاه ولا عليك اي حاجة، تقدر انت بنفسك تقدر تعيش حياتك، وخاصة في العيد اللي بينام كتير وتحس ان هو عنده خمول وكسل وحالته حالة. اسعد نفسك واسعد جوك وعيش حياتك، فان الحياة تحب من يحبها. نقدر نطلع من الهموم والإحباط ونحارب الملل والإحباط والكسل، وإن إحنا ما ننامش كتير، وخاصة بالذات في العيد، سواء كان أول يوم عيد، سواء كان ثاني يوم عيد أو ثالث يوم عيد أو ربع يوم عيد، نقدر إن إحنا نعيش حياتنا في جو العيد. العيد عيد فرحة، وليس عيد الخمول والنوم والكسل والإحباط، عيد السعادة والأمل كما شرحت لكم. عيشوا حياتكم
ولا تسببوا لأنفسكم الهموم والإحباط والكسل وأنكم تناموا كثير. الحياة حلوة فعلا، الحياة صحة نفسية حلوة. أتمنى لكم فرصة سعيدة. شكرا.